خير عليكم حبايبي، رجعت لكم تاني. هعملكم ماسك شد الوش بكذا مكون. انا عندي دولة مع بعض، معلقة خميرة فورية ومعلقة لبن بودر ومعلقة نشا. كل المكونات دي بتعمل على شد الوش، الخميرة والنشا. وعندي صفار بيضة برضو بيعمل على شد الوش، بيدي فيتامين حلو للوش وحاجات كده، معادن بترطب وشك. واللبن بودر اكيد مفيد. وعندي معلقه ميه ورد وعندي فيزلين. الاول انا هعمل تكشير للوش سوري للوش زي ما قلت لكم، اللي هي الطريقه اللي انا كتبتها اللي قلتها لكم من شويه، بس الطريقه انا سايبها لكم في هسيبها لكم في الديسكريبشن تحت، اللي هي الليمون مع السكر. هحط ليمون على سكر، وبعد ما اغسل وشي هروح عامل امشيها على وشي، امشيها على الوش كده لمدة 5 دقايق، واغسل وشي وانشفه كويس، وبعدين احط الماسك ده. انا هعمل صفار بيضة، فهضطر اني افتح البيضة احوش البياض الاول كده، لان انا عايزة الصفار بس. البياض ما ترمهوش، ممكن تستخدميه في وصفة تاني لشد الوش برضو. تعملي بياض بيضة مع معلقة لبن بودر وتحطيها على وشك، دي ماسك حلو مش وحش، بحيث انك تستفادي من البيض ما ترمهوش خسارة. دي الصفارة اهو هنحطها كده، وهنعجن الخليط المكونات في بعضها. هحط نص معلقة مية ورد، نص معلقة صغيرة، ومية الورد دي انا هستخدمها في حاجة تانية دلوقتي برضو في نفس المكون، بحيث ان انا اطر المكون شوية عن كده. هقلب المكونات مع بعضيها لمدة دقيقتين كده. بالنسبة لي كده المكونات بتبقى كويسة، وبعدين هدهن منها على وشي واسيب الخليط لمدة ربع ساعة على الوش لحد ما ينشف خالص وتحس ان وشك مشدود بشكل غير طبيعي. هحطها انا دلوقتي على وشي، وبعد ربع ساعة هرجع لكم تاني. انا حطيت من الماسك دلوقتي، بس لسه ما غسلتش لان لسه ما نشفش، هسيبه لغاية ما ينشف وشي كويس. خلاص البيض، بياض البيض انا هشيله في علبه صغيره كده، لان انا حابه هستعمله في الماسك اللي قلت لكم عليه، وانا عامله ماسك بالبياض من قبل كده، ممكن اسيبه لكم في الديسكريبشن. وده الماسك، بعد ما اغسل وشي وامسحه كويس هجيب قطنه، قطنة صغيرة كده او منديل كويس كده، وهبله من مية الورد ومشيه على وشي كده على هيئة مساج كده، طبطبة كده في الوش كله، وبعديها هسيبه لغاية ما وشي ينشف منه مية الورد، واحط طبقة من الفيزلين. طبقة الفيزلين دياتي ممكن تحطها قبل النوم، ممكن تحطها بعد الماسك على طول، بس انا افضل انك تحطيها قبل النوم علشان تاخد تسيبيها على وشك لغاية طول اليوم طول الليل. وقيت تستخدم الماسك سوري وياريت تستخدم الفيزلين ده يوميا او يوم ويوم قبل النوم على طول، تدهن بيه وشك او طول ما انت قاعدة في البيت بيرطب وشك. الفيزلين مش وحش، ليه فوائد كتير، وممكن تحطيه في الرموش. انا عاملة فيديو عن اهمية الفيزلين في رموشك، بيعمل على تغزير الرموش. اتمنى ان الماسك يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش في اللايك والشير والسبسكرايب، وهيعجبكم. انا لسه ما كملتش 4 دقايق حطاه على وشي، وحاسه ان وشي ابتدى يشد، حاسه ان مش هعرف اكلمكم دلوقتي بسبب الماسك. ف اتمنى ان هو يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش في اللايك والشير والسبسكرايب. باي باي.